بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم الشباب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، عدا الله عليكم باليمن والخير والبركة إن شاء الله، وإحنا في أيام مباركة، أيام 10 ذي الحجة. ربنا يجعلها إن شاء الله أيام سعيدة وعليكم جميعا. إحنا نكمل الكورس بتاعنا النهارده ان شاء الله. عندنا النهارده 3 ادوات من ادوات الدين. عندنا النهارده هندرس ان شاء الله الكايزن، وهندرس الفايف اس، وهندرس مبدا بوكايوكي. وطبعا احنا الفتره اللي فاتت ديت درسنا في ادوات اللين 4 ادوات، درسنا الفاليو ستريم مابنج، ودرسنا الكنبان، ودرسنا جاست ان تايم، والاسبوع اللي فات خدنا التوتال برودكتيف مينتننس اللي هي الصيانه الانتاجيه الشامله. وطلبنا في ال4 ادوات اللي احنا درسناهم دول تطبيقات وهوم وورك، وحضراتكم كلكم عملتوا مجهود جبار في الهوم وورك والاكسرسايز اللي احنا خدناه والتطبيقات اللي احنا خدناها في مجال عملكم. ان شاء الله نكمل بقى النهارده الرحله بتاعتنا، وهناخد النهارده ان شاء الله التحسين المستمر اللي هو الكايزن كونتينوس امبروفمنت. وعشان ندرس الكايزن لازم نعرف المفهوم بتاعه. كده الناس كلها دخلت معايا تقريبا، الناس كلها معايا كده اونلاين. نبدا مفهوم الكايزن. ايه الكايزن ده بالظبط؟ يعني كايزن دوت، ومين اللي سماه كايزن؟ والكايزن دي اصلا يعني هل هي كلمه انجليزي، هل هي كلمه عبري، هل هي كلمه؟ هنعرف الاصل بتاع كلمه كايزن، وهنعرف مين اللي سمى الاسم دوت، وهنعرف المفهوم العام بتاع كايزن. كايزن مبدئيا من مبادئ التحسين المستمر، يعني تعتبر الدول العربية كلها بلا استثناء بتطبق مفهوم الكايزن، لأن الكايزن أساسا بيعتمد على بيديكا سايكل. الكايزن أساسا بيعتمد على إيه؟ بيديكا سايكل، اللي احنا بنستخدمها في إدارة الجودة الشاملة، اللي اكتشفها مين؟ لو تفتكروا إدوارد ديمينج في فترة الثلاثينات. يبقى الكايزن عموما بتعتمد على ايه؟ بيديكا سايكل. وبيديكا سايكل اللي اكتشفها العالم الكبير إدوارد ديمينج في الثلاثينات، وخدنا الكلام دوت في المحاضرات اللي فاتت. طيب يعني ايه كايزن؟ يعني ايه كايزن؟ كل الناس بقى تبتدي تركز معايا، تمام؟ كايزن يعني كلمه يابانيه، كاي بمعنى شينج، زين بمعنى جود. يبقى كايزن دي ايه؟ كلمه يابانيه مقسومه لحاجتين، كاي شينج تغيير او تحسين للافضل، زين يعني جود. يبقى ترجمه كلمه كايزن باليابانيه change good. اقول تاني، كايزن دي كلمه باليابانيه ترجمتها لحاجتين، كاي يعني change وزن يعني good. ده اللي انا كاتبه هنا في الباور بوينت، ترجمه كلمه كايزن باليابانية يعني
change good، تغيير للأفضل أو التحسين للأفضل. تمام؟ تمام تمام هو أستاذ زياد بيكتب معايا على الشات اللي أنا بقوله ولا هو بيسأل؟ أستاذ زياد حضرتك بتكتب معايا على الشات ميديكا سايكل، حضرتك بتكتب ولا بتسأل؟ في حاجة؟ أنا لسه ما قلتش حاجة. طيب ماشي، يبقى كايزن ديت مقسومة باليابانية لكلمتين، كاي يعني شينج وزين يعني جود. الترجمة بتاعتها بالإنجليش يعني شينج جود، التغيير للأفضل أو للأحسن. طيب يبقى كايزن زي ما عرفنا هي كلمة يابانية تعني التحسين، يبقى كايزن كلمة يابانية بتعني التحسين. طيب الكايزن أو مبدأ الكايزن أو التحسين المستمر بيدعو إلى اللا نهائية اللي هو النيفر إندنج، النيفر إندنج للتحسين المستمر. يبقى الكايزن بيدعو إلى اللا نهائية للتحسين المستمر. طول ما بنطبق الكايزن، طول ما بنحسن إيه؟ طول ما بنحسن باستمرار. طول ما بنطبق الكايزن، طول ما بنحسن باستمرار. عشان كده أنا قلت في أول المحاضرة إن معظم الدول العربية والدول الأوروبية واليابان التطبيق الأساسي بتاعهم في اللين الكايزن. ليه بقى؟ لأن الكايزن بتجمع ما بين البيديكا سايكل وهتجمع ما بين الثمان هوادر، يعني هندرس الثمان هوادر بتوعنا في كايزن تاني. يبقى أنا شغال في كايزن على حاجتين، بيديكا سايكل اللي هو اكتشفها العالم الكبير ديمينج ادوارد ديمينج في الثلاثينات اللي طبق فيها جوده الشمل لو تفتكروا. الحاجه الثانيه اللي انا بطبقها في الكايزن الثمان هوادر اللي هم بتوع ايه؟ الموده، فاكرينهم؟ هندرسهم ثاني في الكايزن. يبقى الكايزن بيدعو الى اللا نهائيه اللي هي النيفر اندنج للتحسين المستمر. طيب بنقول ان كايزن هو تحسين يشارك فيه كل الاشخاص في كل الاقسام طوال الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جميع المديرين والعاملين على حد سواء. يبقى اللي بيهتم في المنشأة أو المؤسسة أو المكان أو النشاط بمبدأ أو نظرية كايزن جميع المديرين والعمال على حد سواء، يعني ما فيش فئة واحدة هي اللي بتطبق مفهوم الكايزن، لا ده المدير والعامل وكل ما هو في المؤسسة بيطبق مفهوم الكايزن. يبقى انها تنطوي على جميع المديرين والعمال على حد سواء، وان الكايزن هو تحسين يشارك فيه كل الاشخاص في كل الاقسام طوال الوقت. مفهوم الكايزن بيركز على تحسين العملية.
كلمتين بقى، كلمتين نلخص بيهم مفهوم الكايزن. هو بيركز على تحسين البروسيس او الفاينل بروجكت او الفاينل برودكت بتاعتي. يبقى هو بيركز على تحسين العملية. يبقى مفهوم الكايزن في الاربع سطور او الخمس سطور اللي انا قلتهم دلوقتي، قلنا كايزن يعني شينج جود، شينج يعني كاي، زن يعني جود، يعني شينج جود تحسين او تغيير للافضل. وقلنا ان كايزن بتعني التحسين وبتدعو الى اللانهائيه في التحسين المستمر، وبتنطوي على مين؟ جميع المديرين والعمال على حد سواء. الكايزن بيشارك في كل الاشخاص في كل الاقسام طوال الوقت، وبيركز على ايه؟ تحسين العمليه في المؤسسه او المنشاه او اي نشاط. تمام كده معايا؟ كل الناس، كل الناس كده مركزه معايا؟ انا بعت لكم النهارده وامبارح شيتات تمبليتس على الكايزن، وبعت لكم على الفايف اس. هتلاقي عندكم في الكايزن حوالي اربع شيتس، وفي الفايف اس حوالي خمسه شيتس. الشيتس ديت هتستخدموها في مجال عملكم او تطبيق الكايزن او تطبيق الفايف اس، وكل واحد هيختار تمبليتس واحده بتكون مفضله ليه في عمله ويستخدم. والكلام ده انا بعته النهارده الصبح تاني، يعني بعته امبارح او اول امبارح، وبعته النهارده الصبح تاني عشان ااكد عليكم موضوع التمبليتس للكايزن والتمبليتس للفايف اس اللي هناخدها ان شاء الله بعد الكايزن النهارده. طيب كده قلنا المفهوم بتاع الكايزن، وفهمنا يعني ايه كايزن، وهي كلمة تعتبر ايه؟ يابانية، ومعناها التحسين المستمر، وبتطبق او بتنطوي على جميع ايه؟ كل ما هو في المؤسسة، سواء كان مدير او مديرين او عمال، وكل الاشخاص عموما في كل الاقسام، وبتركز على ايه؟ التحسين للعملية او الفاينل بروجكت او الفاينل برودكت او اي نشاط خدمي يقام في المؤسسه. ده باختصار شديد مفهوم الكايزن. طيب هناخد مبادئ الكايزن. مبادئ الكايزن. الكايزن ليه مبادئ مهمه جدا. حوالي خمس مبادئ. حوالي ايه؟ خمس مبادئ. منهم اربع مبادئ اساسيه ومبدا بيقول مين اللي اخترع الكايزن وكان هدفه ايه وعمل ايه، وهنقول العالم وهنذكر العالم الكبير اللي سمى مبدا الكايزن وابتدى يخترع مبدا الكايزن وعمل كتاب شهير ليه في اليابان سماه نجاح مفتاح نجاح اليابان التنافسي. الكايزن مفتاح نجاح اليابان التنافسي، والكتاب دوت عمل نجاح كبير قوي سنه 86. وطبعا انا مش هقول الشخصيه، انا جبتها لكم في الامتحان او الاختبار اللي هو اللي بعته لكم المهندس احمد حسام الاسبوع اللي فات، وقلت لكم من اشهر الشخصيات في الكايزن، وحطيت لكم اربع خمس اسماء كده. مش عارف بقى ترى مين اللي حله؟ حد فيكم حل السؤال ده؟ حد عارف مين اشهر الشخصيات في اليابان في الكايزن؟ اللي حل السؤال ده في الامتحان ممكن اللي يجاوب عليه دلوقتي. هنقول اول مبدا عندنا في الكايزن، الجوده تبدا مع العميل. الجوده بتبدا مع العميل، مش تبدا مع المؤسسه، ولا تبدا مع العامل، ولا تبدا مع الموظف. الجوده بدايتها مع
العميل. لا مش دي من ولا شيء، هو لا لا في مش دول، مش دول اللي انتوا كاتبينهم، ولا شينجو شونج. لا طيب دي واحد هنشرحها في الصف. يبقى الجودة بتبدأ مع العميل، دي النقطة الأولى. طيب ادي اللي انا كنت بقول عليه اللي هو مساكي ياما. مساكي ايماي او ياما، طبعا ده اسم ياباني، وهو من اشهر الشخصيات الدوليه في مجال الكايزن، او باختصار شديد هو اللي اخترع الكايزن، اللي هو الشخص اللي قدامك ده، هو ده مساكي ياما، وهو من اشهر الشخصيات في مجال الكايزن. واشتهر المستشار الياباني ماساكي ايماي باعماله في اداره الجوده وبخاصه الكايزن، وكان سببا في اشتهار مصطلح الكايزن. يبقى مصطلح الكايزن هو الراجل اللي قدامكم ده، كل الناس تحفظ الاسم ده عشان تيجي في امتحانات كتير، اللي هو ماساكي ايماي، اشتهر هو اللي شهر مصطلح الكايزن وعمل كتاب، الكتاب ده اتباع بملايين النسخ. الكتاب ده كان اسمه كايزن مفتاح نجاح اليابان التنافسي، والكتاب دوت نزل سنة 1986. تمام. يبقى عندنا الجودة بتبدأ مع مين؟ مبادئ الكايزن، أول مبدأ أساسي الجودة بتبدأ مع العميل. ومساكي إيماي هو أشهر واحد أو أشهر الشخصيات اللي في مجال الكايزن، بل هو اللي اكتشف او اشتهر بمصطلح الكايزن، وعمل كتاب شهير اتباع بملايين النسخ سنة 86، وسماه الكايزن مفتاح نجاح اليابان التنافسي. طيب بيقول لك المبدأ الرابع، دائما ما تتغير احتياجات العملاء. العميل دايما احتياجه بيتغير وبتتزايد توقعاته، لذلك يجب تطبيق ايه؟ التحسين المستمر. يبقى العميل عايز يغير من احتياجاته للاحسن، فاحنا لازم نتوقع اللي بيفكر فيه العميل، وعشان نطبق او نتوقع اللي بيفكر فيه العميل او من خلال منتجه او السبيسيفيكيشن بتاعته، فلازم نطبق الكايزن او التحسين المستمر. بنقول ان دائما ما تتغير احتياجات العملاء وتتزايد التوقعات، لذلك يلزم التحسين المستمر دايما مع العميل. لازم اطبق دايما التحسين المستمر مع العميل عشان العميل يبقى مربوط بيا، عشان العميل يبقى مربوط او مرتبط بي، مش بي انا، بالمكان او بالمؤسسه او بالنشاط اللي انا بعمله. كل ما بحسن له بالمنتج كل ما هو بيبقى معايا، ما يفكرش يروح لغيري عشان يعمل له اللي هو عايزه. تمام. لازم اللي انا اتوقع احتياجات العملاء، طب اتوقع احتياجات العملاء عن تطبيق مبدا الكايزن او مفهوم الكايزن، التحسين المستمر دايما في المنتج او في الخدمه اللي انا باديها. تمام كده كله معايا؟
كل الناس معايا؟ طيب. المبدأ الخامس ويعتبر أهم مبدأ. المبدأ الخامس يعتبر أهم مبدأ عندي، اللي هو بيقول إيه؟ إن الجميع معني. مساكي إيماي عمل جملة شهيرة في مجال الكايزن أو في كتاب الكايزن بتاعه اللي هو مفتاح نجاح اليابان التنفسي سنة 86، عمل سبجكت. السبجكت ده كل الناس مشيت عليه، وكان بيقول إن الجميع معني أو مشارك، وهي كلمة مساكي إيماي في كتاب كايزن مفتاح نجاح اليابان التنافسي. طيب هنقول، وكان بيشرح إيه؟ إن الجميع معني أو مشارك، ومين هم الجميع؟ هرصهم لك دلوقتي وهنقولهم مع بعض واحدة واحدة، وهي كلمة مساكي إيمان. طب مين هم الجميع؟ الإدارة العليا، وضع الاستراتيجية وتخصيص الموارد ووضع النظم والإجراءات والهياكل في مكانها الصح. يبقى الجميع من أول الإدارة العليا، الإدارة العليا بتضع الاستراتيجية وبتخصص الموارد ووضع النظم والإجراءات والهياكل في مكانها الصحيح. طيب مين بعد الإدارة العليا؟ المديرين المتوسطين، مراقبة الأداء وضمان تعليم الموظفين لاستخدام الأدوات المناسبة. طبعا المحاضرة النهاردة هتبقى كلها نظري. الكايزن 5S ومبدأ بوكايوكي نظري، بس نظري بيطبق، نظري بيطبق وبيستخدم. بعد المديرين المتوسطين المشرفون، اللي هو الحفاظ على معدل الاقتراحات وأعضاء الفريق المدرب. بعد كده آخر مرحلة عندي اللي هم الموظفون، لا في بعد الموظفون، آخر مرحلة عندي اللي هم الموظفون أو العمال، يعني اللي هم آخر حاجة بتتلقى المعلومة، تقديم اقتراحات وتعلم وظائف بديلة واستخدام الأدوات والمشاركة. هم دول الجميع اللي كان لخصهم، أنا لخصتهم يعني اللي ذكرهم مساكي يابا في كتابه الشهير نجاح اليابان التنافسي، كايزن مفتاح نجاح اليابان التنافسي. الجميع اللي هم الإدارة العليا والمديرين المتوسطين والمشرفون والموظفون. طب كل الأربع فئات دول بيشتغلوا على إيه؟ بيشتغلوا على بيديكا سايكل، بيشتغلوا على بيديكا سايكل اللي اخترعها مين؟ العالم كبير ديميك. أفكركم ببيديكا سايكل اللي هي الكونتينيوس امبروفمنت. كانت بلان دو شيك اكت كونتينيوس امبروفمنت، البلان اللي هو what needs to be done to improve، اللي هو يعني ماذا تحتاج لفعل التحسين، يعني بتحتاج ايه عشان تحسن. يبقى اول حاجة بمبدأ بيديكا البلان اللي هي what needs to be done to improve. طيب النقطة الثانية do try
solution on a small scale، يعني بتجرب حل على نطاق صغير، بتجرب حل على نطاق صغير. ده في الدو. طيب check implement the standardized اللي هو بتنفذ موضوع التوحيد القياسي للمؤسسة. فاكرين التوحيد القياسي اللي اخترعه مين؟ تيلور. اللي اخترعه تيلور، اكيد فاكرينه. اخر حاجة بتعملها في ميديكا اكت اللي هو does it work، بتنفذ العمل بتاعك وبتعمله. حد كده مش فاهم ميديكا؟ كل الناس كده معايا؟ مش فاهم؟ حد مش فاهم ميديكا سايكل؟ تمام؟ تمام. أنا قلت شرحت قبل كده ميديكا سايكل، يعني قلتها لكم قبل كده، بس برضو لازم نقولها تاني، لأن ميديكا سايكل مرتبطة بكايزن مع الثمان هواجس. عشان كده دايما كايزن ناجحة، عشان كده دايما كايزن أو مبدأ كايزن في اللين من المبادئ الناجحة المستخدمة دايما في الدول العربية والأوروبية. كايزن لأن الإنجازات بتاعتها سريعة، الإنجازات بتاعتها سريعة في اللين وما بتاخدش وقت، ما بتاخدش وقت. تمام. خاصة بالكايزن. وفي حد بيسأل سؤال على الشات بيقول إن البيديكا خاصة بالكايزن فقط؟ لا، ده الكايزن والتي كيو إم اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت، إدارة الجودة الشاملة، ده أساسها بيديكا. تمام استاذ محمد كمال، محمود كمال، محمد كمال، استاذ محمد. تمام تمام. طيب يبقى احنا كده هو ده معنى اللي كان بيقصده مساكي ايماي في كتابه الشهير كايزن مفتاح نجاح الياباني التنافسي. قال لك ان الجميع معني او مشارك. مين هم الجميع؟ من اول الاداره العليا لغاية الموظفون، وكل ده بيشتغل على ميديكا سايكل. من أكبر واحد لأصغر واحد شغال على دائرة التحسين مستمر اللي هي الكونتينيوس امبروف. طيب العناصر الثلاثة للعمل، أي عمل سواء كان صناعي او خدمي ليه ثلاث عناصر مهمة، وخدناهم احنا قبل كده. خدنا العنصر الاول اللي هو القيمة المضافة، الفاليو ادد، الفاليو ادد اللي هو ايه؟ تعظيم اي عمل يغير طبيعة أو شكل العمل. يبقى القيمة المضافة هي تعظيم أي عمل يغير طبيعة أو شكل العمل. طيب ده العنصر الأول. العنصر الثاني اللي هو القيمة غير المضافة. القيمة الغير مضافة التقليل من أي عمل غير ضروري في ظل الظروف الحالية ولا يزيد من قيمة العمل، ما بيزودش قيمة العمل. يبقى القيمة غير المضافة التقليل من أي عمل غير ضروري في ظل الظروف الحالية ولا يزيد من قيمة العمل. آخر حاجة عندنا في العناصر التلاتة اللي هو طبعا القيمة الغير مضافة اللي احنا درسناها في الفاليو ستريم مابنج اللي هي النون فاليو ادد،
سواء بقى كانت مخزون او وقت انتظار او ايا كان. طيب ثلاثة الهدر الويست اللي هم الثمان هوادر درسناهم اول حاجة في الليل، هندرسهم تاني في الكايزن اللي هو القضاء على جميع الاعمال الغير ضرورية. ده الهدر. كل الناس معايا؟ طيب يبقى هم دول العناصر الثلاثة لأي عمل سواء كان صناعي أو خدمي أو أي نشاط في قيمة المضافة قيمة الغير مضافة، الهوادر أو الفواقد أو الهوادر أو النفايات أيا كان اسمها. هناخدها تاني معانا في القايزة، قضاء على الهدر أو الفاقد، قضاء على الهدر أو الفاقد. بنقول بينطبق الهدر أو الفاقد على جميع الأقسام، يعني الهدر ده ما بتطبقوش على قسم وقسم تاني، لا انت بتشوف كل الأقسام، بتشوف الهوادر بتاعت كل الأقسام، مش لازم إنتاج أو مخازن، لا ده الملايين الحسابات أيا كان القسم، المكتب الفني مشتريات، كل ده بتطبق عليه الهوادر. وطبعا انتوا عارفين الهوادر الثمانية وهندرسها مع بعض دلوقتي. يتعلق الهدر بالإنتاجية، يبقى الهدر يتعلق بالإنتاجية. النقطة الثالثة، من خلال الحد من الهدر نعمل بشكل أكثر ذكاء وليس أكثر صعوبة، عكس الهدر هو القيمة المضافة، يبقى الهدر إيه؟ عكسه القيمة المضافة. إذ لم يضيف النشاط قيمة فيمكن تقليله أو إزالته خالص، يبقى بتقلل منه أو بتعمل له ريموف وبتشيله أصلا. تمام، أستاذ زياد كتب أنواع الهدر، تمام، الويت، الانفنتوري، الستوك، الديفيك، الله ينور عليك. هندرسهم دلوقتي مع بعض تاني يا هندسة. كل الناس بقى تركز معايا، يمكنك أن تتذكر الهدر من خلال كل الناس تحفظ الجملة دي. طرح السؤال ده، من هو التايم وودز؟ حد يعني إيه يعرف تايم وودز؟ ما هو التايم وودز؟ او ده اختصار لايه؟ الله الله، كل الناس بتجاوب اهي. الله استاذ زياد، لو استاذ زياد شكله مذاكر المحاضره دي. لا الله ينور يا استاذ زياد، فعلا التايم ترانسبورت الاي انفنتوري الام موشن، ده التايم، يبقى التايم ترانسبورتيشن الاي الانفنتوري الام الموشن الدبليو الويتنج الاو الاوفر بروسيسنج الاو تاني اوفر برودكشن الدي ديفكتس الاس سكيل، هم دول التايم وودز. خلاص، هم دول التايم وودز اللي انا لما باجي اقول بتاخد اول حرف او اختصار من كل كلمة، تايم وودز. تمام، كل الناس معايا؟ هنقول الفواقد او الهوادر الثمانية، فواقد او الهدر اللي هم الثمانية اللي هم بتوع التايم وودز، هندرسهم مع بعض دلوقتي.
النقل ترانسبورت حركه غير ضروريه للمواد او المنتجات او المعلومات، يبقى دي حركه غير ضروريه للمواد او المنتجات او المعلومات، تضيف كل خطوه وقتا الى عمليه ما. كما ان المنظمات ذات المستوى العالمي مهتمه بحماس لتقليل الوقت. طيب أمثلة المواد التي يتم جمعها باستمرار أو تسليمها تعتبر ترانسبورت. الملاحقة الفعلية أو الافتراضية للمعلومات، من الذي لديه مثال؟ اللي أنا بقوله ده مثال، أنا بسأل واحد مين اللي لديه الرقم بتاع النفقات، الراجل جاوبني قال لي واحد اسمه مارس، قلت له حسنا سأطلب من مين؟ من مرسي. رحت أطلب من مرسي قال لي لا المعلومة دي مش صح، أنا ما عنديش الرقم بتاع النفقات، ده واحد اسمه هيكتور. يعني بص بقى، شفت بقى النقل الغلط أو معلومة غلط بتكلفك وقت، تروح تسأل واحد هم يقولوا لك الشخص المسؤول ده هو اللي عنده البيان أو المعلومة، تروح تسأل الشخص ده عن البيان يقول لك لا مش انا، ده واحد تاني اسمه هيك. خلاص ده مثال بسيط، يعني ده مثال بسيط. ايوه صح يا باشمهندسه ليلى، فعلا ده اللي بيحصل. اللي نظام النقل المعلومه، نقل المعلومه ما بيكونش فيها مصداقيه، عشان كده انت بيبقى عندك نوايا هوادر للترانسبورتيشن للمعلومة للمواد للمنتجات ايا كان نوع الترانسبورتيشن. طيب النوع الثاني من الهدر اللي هو المخزون انفنتوري، اي عمل قيد التنفيذ يتجاوز ما هو مطلوب لإنتاجه للعميل. يبقى أي عمل قيد التنفيذ يتجاوز ما هو مطلوب لإنتاجه للعميل ويميل المخزون إلى زيادة أوقات المهلة اللي هو وقت الانتظار، ويمنع التعرف السريع على المشكلات ويزيد من المساحة. طبعا أي مخزون لما يزيد فترته بياخد مساحة كبيرة، فبالتالي بيزود مساحة المكان المخزون، وبالتالي يثبت الاتصال أو بيمنع الاتصال المباشر بالإنتاج أو العميل أو أيا كان، فدي تعتبر مشكلة. هناخد مثال عليها، أكوام من الأشكال المادية على سبيل المثال اللي في البريد الوارد، البريد الوارد مليان رسائل وأنت ما بتقراهاش أو مساحته بقت كبيرة، طيب فيعتبر مخزون. المواد المادية في جميع أنحاء المصنع، كل أنحاء المصنع فيها أماكن مخزنة، هنا بيتخزن وهنا بيتخزن وهنا بيتخزن، فواخد مساحة. أو في مثال تاني، لما الناس بتقف طابور، الناس يقفون في طابور ينتظرون أي خدمة، أنت واقف طابور أو ناس واقفة طابور لأي خدمة بقى بتأديها، فده يعتبر الطابور دوت بيسع مساحة في المكان يعتبر مخزون. دي أمثلة على الانفنتوري. طيب ثلاثة، الموشن اللي هي الحركة، دايما الموشن الحركة لا داعي لها من الناس، يعني الناس اللي بتعمل موشن ملهاش لازمة، الناس اللي بتعمل حركة لا داعي لها، هي حركة لا داعي لها من الناس. إذا اضطر الناس إلى الانحناء أو الانبطاط أو الانبطاط وما إلى ذلك، فهناك مخاطر أكبر للحوادث، وفي النهاية تعاني الجودة والإنتاجية. أمثلة، المشي بين المكاتب أو إلى المعدات، واحد ماشي من المكتب ده للمكتب ده للمكتب ده، تيجي تشوف عمل إيه في آخر اليوم ما تلاقوش عمل أي حاجة. التبديل باستمرار بين مجالات الكمبيوتر المختلفة،
أو محركات الأقراص أو الانحناء أو الامتطاء لأداء مهم مهمة أنت بتتقاعس عنها وبتكسل تعملها، فبالتالي بيحصل موشن لا داعي له. طيب رابع حاجة عندنا البور utilization of knowledge أو skills اللي هي سوء استخدام المعرفة، أي حالة لا تستفيد فيها الإمكانيات البشرية، يعني أنت ما بتستفادش فيها بالإمكانات البشرية، وهذا يتطلب اتصال واضح والالتزام والدعم. أمثلة، يعني لا تعمل على اقتراح للتحسين، في اقتراح تحسين في دماغك وانت ايه ما بتطبقوش، يبقى ده سوء استخدام سكيلز، مفيش سكيلز عندك، انت ما بتطبقش السكيلز اللي عندك. تمام. طيب وضع الاشخاص في ادوار لا تتطلب منهم استخدام مهاراتهم وسماتهم الخاصه، يعني واحد شاطر جدا في الحسابات مثلا، بديك امثله، شاطر جدا في الحسابات، تروح تشغله في الجودة؟ تشغله في الحاجة اللي هو السكيلز بتاعته أو المهارات بتاعته أو المواد بتاعته قوي فيها، حط الإمكانات البشرية المتاحة اللي أنت تقدر تستفيد بيها في مكانك أو في شغلك أو في وظيفتك، حطها في المكان المناسب، ما تجيبش واحد ما بيفهمش في الجودة وكل فكره في المخزن وتيجي تشغله جودة، طب هتستفاد من ايه؟ هو شاطر في حاجة معينة او عنده سكيلز في حاجة معينة، انا احطه في مكانها، احطه في مكانها عشان تقدر تاخد منه شغل او تقدر ما يبقاش فيه هدف عندك في الحتة دي. الويتنج، خمسة، الويتنج، الانتظار، أي تأخير بين انتهاء خطوة أو نشاط عملية واحدة. تمام، الرجل المناسب في المكان المناسب، المهندس سمير، الله ينور يا هندسة، دي حقيقة فعلا. أي تأخير بين انتهاء خطوة أو نشاط عملية واحدة وتبدأ العملية التالية، يعني الزبائن لا يقدرون أو لا يدركون البقاء في الانتظار، ما فيش أي عميل في الدنيا بيحب الانتظار، عشان نبقى مبدئيا يعني نثق في النقطة دي، ما فيش أي عميل أيا كان أو زبون بيحب الانتظار، فلازم نقلل دايما من موضوع الويتك. أمثلة، انتظار المعلومات، أنا مستني معلومة ويتك، فأنا مستنيها مش هقدر أشتغل لما تجيلي، فده مش هدر ولا هدر ولا إيه، ده نوع من الهدر. الويتك مستنظر حاجة هتشغلني، الحاجة دي ما جاتليش، فأنا كده لغاية دلوقتي واقف مستنيها فبشتغلش. طيب آلات أو أشخاص ينتظرون القيام بالعمل، آلة أنت ما برمجتهاش، الأوبريتور ما جاش بدر عشان يديها مثلا برنامج الجي كود والبرنامج بتاعه ويشغل، فده يعتبر ويتنج، وقت هدف، الآلة واقف، الشخص المشرف بتاعه ما جاش اداله هيشتغل فيه ايه، فالشخص مستني المهندس او المشرف بتاعه يقول له انت هتعمل ايه النهارده، هذا يعتبر هاد. تمام، ده باختصار شديد كده الانتظار. طيب افراط في الانتاج او الاوفر برودكشن، انتاج السلع او مخرجات الخدمه، انتاج
تجاوز ما هو مطلوب لاستخدام الفوري أو إضافة المزيد من القيمة إلى الخدمة أو منتج ما مما يريد العملاء أو سيدفعون مقابله. يعني أنت هل الإفراط في الإنتاج ده العميل هيدفع عليه؟ يعني أنت دلوقتي بتعمل حاجة أوفر برودكشن، هل العميل هيدفع سعرها؟ يعني الأوفر برودكشن اللي أنت عملته ده هل هو مفيد للمنتج أو مفيد للخدمة؟ هل زود الفاليو أدد بتاعتك للفاينل بروجكت أو الفاينل برودكت أو البروسيس بتاعتك؟ وهل العملاء هيدفعوا مقابل الأوفر البرودكشن ده؟ طبعا لا. يبقى الإفراط في الإنتاج يؤدي إلى وقت تخزين وتكاليف وخطر التقادم والتأخير في اكتشاف العيوب. طب أمثلة بالإفراط في شراء اللوازم المكتبية. طيب أنا بشتري لوازم مكتبية، طب أنا هعمل بيها إيه؟ كتير حاجة إفراط في إنتاج. طيب إضافة معلومات أكثر مما هو ليس ضروري للتقرير. أنا بعمل التقرير عمال أضيف فيه معلومات ملهاش أي لازمة ما تخصش التقرير في شيء، فطبعا ده أوفر برودكشن ملوش أي لازمة. طيب سبعة، الأوفر بروسيسنج أو العمليات الزائدة أو المعالجة الزائدة باستخدام عمليات ليست قادرة على الجودة تخلق حلولا مفرطة في التوضيع حيث يكفي حل بسيط. حل بسيط واحد هيكفي عن الحلول المفرطة الكتير. المعالجة الزائدة أو العمليات الزائدة تؤدي إلى زيادة فرص حدوث العيوب. دي حقيقة، لما بعمل عمليات كتير ملهاش أي لازمة في عملية أو في بروجكت أو في فاينل برودكت بتحدث عيوب ومدة زمنية أطول ونقص وما إلى ذلك. طيب هنشوف كده إيه أمثلة العمليات التي تنطوي على الكثير من خطوات الموافقة وتسجيل الخروج ملهاش أي لازمة. قوائم التوزيع المفرطة اللي أنا بقعد أعمل قوائم أوزع فيها شغل وهي ملهاش أي لازمة. تمام، ده مثال كوميدي شوية. استخدام مطرقة ثقيلة لقصر جوز، يعني أنت لو جبت جوز هندي كده وجبت مطرقة كبيرة قوي عشان تكسره بيها وهي ممكن تكسرها بقصارة أو بأي، فده تعتبر أوفر بروسيسك. طيب آخر حاجة عندنا العيوب الديفكتس. طبعا كل الكلام ده نظري لو اي حد هيقراه، بس انتوا لازم تبقوا عارفين الهوادر الثمانية بتطبق في ايه. طبعا احنا شرحناها قبل كده وحضرتكم عملتوا الشيت بتاع التمبلتس بتاع الهوادر الثمانية، بس برضو في الكايزن لازم ندرسها تاني. العيوب الديفكتس اي جانب من جوانب الخدمة لا يتوافق مع احتياجات العميل، يعني العميل محتاج حاجة الحاجة ديت فيها عيوب ومشاكل، دي ايه؟ هي دي الديفكتس عندي. يبقى اي جانب من جوانب الخدمة اللي انا بأديها اللي هي الفاليو ادد لا يتوافق مع احتياجات العملاء بسميها ديفكتس. قد يكون تأثيرها محسوما اكثر من مكان حدوث، والعيوب بتحتاج الى تتبعها، يعني انا لازم اتتبعها عشان احلها لانها تكلف المال. امثله في اضاعه او عدم التزام بموعد نهائي، انا ما بلتزمش بسكيدولنج معين لمشروع او تسليم منتج في ميعاده، طبعا ده يعتبر عيوب. خطا في الموقع، موقع انا شغال فيه حصل فيه عيب، ده يعتبر عيب. بضائع معيبة
اي بضائع اتركنت فتره فحصل لها ايه، فدي تعتبر ايه عيوب. تمام كده، كده احنا مع بعض. تمام قبل ما اخش في قياس الاداء، في حد عايز يسال في الاوادر الثمانيه؟ طبعا الاوادر الثمانيه دي مش جديده عليكم، احنا شرحناها اول حاجه في الليل. في اي حد عايز يسال فيها اي حاجه؟ اي حد عايز يسال في التايم مودز؟ تمام؟ طيب تمام. قياس الاداء، ما هو قياس الاداء وما اهميته؟ ما اهميه قياس اداء النشاط التجاري او النشاط او العمليه، ايا كان بقى النشاط، سواء تجاري او نشاط او عملي. طيب هنقول طبعا كل الحاجات دي نظري، احنا بنقولها مع بعض دلوقتي، بس الحاجات دي نظري بس يطبق بفهم، يعني لازم تفهمها عشان ايه تطبقها. تمام، ممارسة قياس مدى أداء النشاط أو العملية أو النظام ومقارنة القياس بمستوى الأداء المخطط له. من الصعب إدارة ما لا يمكنك قياسه. ده باختصار، يعني أنا عملت اختصار كده للجملة دي. من الصعب إدارة ما لا يمكنك قياسه. ما ينفعش تدير أي حاجة من غير ما يبقى ليها إيه؟ قياس وأدوات قياس، وتعرف إذا كان ليها قياس مظبوط أو مش مظبوط. تمام؟ من الصعب إدارة أي مكان ما لا يمكنك قياسه، أيا كان العمل أو النشاط، سواء تجاري أو عملية أو نشاط صناعي، أيا كان النشاط لازم تقيسه، وبناء على القياس هتعرف أنت فين من المخطط ليك، أنت فين من اللي متخطط ليك. تقيس وبعد كده تشوف اللي متخطط ليك وتقارن، تعمل بنش ماركينج، مرجعية أو معيار لمين؟ للي متخطط مع اللي بتقيسه. طيب لماذا القياس؟ أول نقطة عندي يوفر بيانات واقعية. بيوفر بيانات واقعية بدل من الشعور الغريزي أو الإشاعات. ما انا مش هقعد بقى ايه كل شويه اتوقع او اشاعات تحدث في الـ، لا والله عشان اقيس الكتله ديت او اقيس ديت، هي ممكن تكون كذا، هي ممكن اشاعه بقى، اي حد يقول لك معلومه تصدقها. فاحنا لماذا القياس بيوفر؟ اول نقطه بيوفر بيان واقعي بدلا من الشعور الغريزي او الإشاعات. بيظهر الأداء الحالي، يعني أنا بقيس حاجة بيظهر لك الأداء بتاعها دلوقتي، وبناء عليه تقدر تاخد قرار هنفذ ولا لا. يكشف عن مدى جودة العملية التي تعمل لدعم متطلبات العملاء. أنا دلوقتي العميل بيطلب حاجة أو مواصفته بتقول حاجة، فأنا هقيس المنتج اللي أنا صنعته اللي هو العميل مديني مواصفته، هقيسه بناء على المواصفة المطلوبة وأشوف أنا فين من جودتها. أبتدي أقيس والقياسات بتاعتي الأكشوال أقارنها بمواصفة العميل وأشوف أنا شغال صح ولا غلط. يحدد
ويساعد على إعطاء الأولوية لفرص التحصيل. تمام أستاذ حازم، كي بي اي اس، تمام، كي بي صح. يحدد ويساعد على إعطاء الأولوية لفرص التحسين، تمكن أهداف التحسين قابلة للقياس. يعني أنا أهداف التحسين عندي لازم تبقى قابلة للقياس. يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة. يبقى فعلا القياس بيساعد المسؤول على اتخاذ قرارات مستنيرة. يضع العصا في أرض الواقع. خليك ماسك العصا في أرض الواقع، بمعنى جعل الموضوع أكثر واقعية. مفيش بقى إشاعة، مفيش شعور غريزي، مفيش توقع، لا أنت بتقيس، لا بتقارن، لا كده. تمكن العملية أو العمل من الاستناد للمؤشرات. توفر نظام قياس عادل مستند لمرجعية. يوفر الأساس للمسألة المقبولة. هو ده باختصار كده إيه القياس بالنقط اللي أنا قلتها. طيب كلنا بقى نركز مع بعض في اللي جاي. ما هو مؤشر القياس أو المعيار اللي هو البنش ماركينج؟ البنش ماركينج أهم حاجة عندي في القياس اللي أنا هشرحها دلوقتي. كل اللي فات ده في القياس كان نظري، نقط كده نظري كده أي حد قراه يفهم. نركز بقى مع بعض في البنش ماركينج اللي هو مؤشر قياس. هو مرجع أو معيار قياس يستخدم للمقارنة داخلية داخل المؤسسة يعني أو المنشأة. هو العمل كنقطة انطلاق أو بداية العملية، تحسين العملية، تحسين بحيث يمكن تقييم التحسين والطرق التي يجب استخدامها لرفع المستوى المعياري. يبقى أنا عندي في بنش ماركينج أو مؤشر قياس داخلي بقيس عليه منظومة التحسين كلها بتاعت العملية، بشوف اللي أنا شغال صح ولا غلط، وبستخدم الكلام ده في رفع المستوى المعياري للبروسيس أو الفاينل بروجكت أو الفاينل برودكت اللي أنا بعمله. ده داخلياً اللي هو داخل المؤسسة. طيب النقطة الثانية للمقارنة، المرجعية، البنش ماركينج، العمل كأساس للمقارنة بين الإدارات أو الشركات في المجموعة. يعني أنا عندي مجموعة من الإدارات أو شركة، مجموعة مليانة شركات أو إدارات، أنا بعمل البنش ماركينج اللي هي المراجعة والمرجع أو المعيار القياسي عشان أقارن العمل بين الإدارة أو الشركات جوه المجموعة اللي أنا فيها. ده بالنسبة للبنش ماركينج داخلية، داخل المجموعة وداخل المؤسسة وداخل الإدارة. طب لو خارجيا هنشوف بنعمل ايه في الخارجية. لمقارنة أداء المنظمة بأداء المنظمات الأخرى، يبقى أنا المنظمة أو المؤسسة بتاعتي لازم أقارن نفسي بيها للمنظمات اللي شغالة في نفس المجال بتاعي عشان أعرف أنا فين من المنظمات دي.
تمام طبعا. ايه البنش ماركينج؟ لا البنش ماركينج ده مش مواصفه العميل الهندسي. ده البنش ماركينج ده يعني مقارنه مرجعيه، انا بقارن ادارتي او شركتي او منظمتي سواء كانت داخليا بالادارات اللي فيها وخارجيا بالمنظمات اللي زيها. ممكن نقول عميل، لان المنظمات الثانيه ممكن تبقى عملاء، ممكن يعني انا ممكن منظمه ثانيه تيجي تشتري مننا حاجه في نفس المجال، بس يعني ده نادرا يعني ما بيحصل. ماشي؟ طيب مقارنات منافسين مع منافسين محدودين، النقطة الأولى في الخارجي. أساس المقارنة بين الوظائف أو الخدمات أو المنتجات المماثلة مع الصناعة بشكل عام أو مع قادة الصناعة. تمام. ده بالنسبة خارج المؤسسة. مقارنة عمليات أو وظائف العمل المشتركة غير ذات صلة بالصناعة المعنية. ماشي. ايه هي الفوائد للبنش ماركينج او مؤشر القياس؟ ليه فوائد تشكل المقارنه المعياريه الاساس لوضع اهداف واقعيه للتحسين. يعني انا بحسن من نفسي او بحسن من ادارتي عن طريق المراجعه الداخليه للادارات التانيه، بشوف الادارات التانيه نشطه ولا لا، اشطر مني ولا لا، بتعمل مبيعات اكتر مني ولا لا، فبقارن ادارتي بادارتهم، فبيحصل تنافس. بيحصل تنافس، طب التنافس ده في الاخر هيؤدي لايه؟ تحسين الكايزن. يبقى تشكل المقارنه المعياريه الاساس لوضع اهداف واقعيه للتحسين وخطط العمل لتحقيق تلك الاهداف. تقدم المقاييس مؤشرات على التغيير في احتياجات العملاء الداخليين والخارجيين. تعطي المقاييس نقطة البداية للتحسين المستمر وتسمح بتحديد أهداف واقعية صغيرة. تتيح المقارنة المعيارية تقييم كيفية إجراء التحسينات. عندما يتم تحديد الحالات الحرجة أو النقص فإن القياس يسمح بتحديد الأولويات. ستة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد كيفية أداء المنظمة. أنا بعرف أداء المنظمة بتاعتي ماشية إزاي. طيب أنا عندي هنا حاجة مهمة جدا. أول نقطة عندي في البنش ماركينج عشان أنفذ البنش ماركينج في عناصر اساسيه، خمس عناصر اساسيه لازم يطبقوا. اول حاجه البلاننج، بعد كده بخطط، بعد كده الكوليكشن داتا بجمع بيان، بعد كده الاناليسيس بعمل تحليل البيان، بعد كده الامبلمنتيشن بنفذ، بعد كده المنتورنج براقب. يبقى دي السايكل بتاعه البنش ماركينج. هقولها تاني مهم قوي، عندي خمس عناصر اساسيه قبل ما اعمل البنش ماركينج، اللي هي المقارنه المعياريه او مؤشر القياس. بعض الكتب بيقولوا عليها مؤشر قياس، بعض الكتب بيقولوا عليها مقارنة مرجعية أو معيار. هو ده البنش مارك. قبل ما بعمل البنش ماركينج بعمل بلانينج، تخطيط، بخطط هعمل إيه في المقارنة المرجعية. يبقى أول نقطة عندي أو أول عنصر عندي البلانينج. النقطة الثانية الكوليكشن داتا، بجمع بيان، بجمع بيان او معلومات. ثلاثة
اناليسيس، بحلل الداتا اللي جات لي بحللها. أربعة امبلمنتيشن، بنفذ، بعمل بقى تنفيذ للبنش ماركينج. بعد ما بنفذ بعمل منتورنج، براقب اللي انا نفذته، وهكذا السايكل. بلاننج، كوليكشن داتا، اناليسيس، امبلمنتيشن، منتورنج، والسايكل تقفل وماشي بالسايكل دي. بمشي السايكل دي على البنش ماركينج او المقارنه المرجعيه بتاعتي. فاهمين معايا؟ الناس فاهمه كده ولا مش فاهمه؟ كل الناس معايا؟ يبقى اهم شيء عندي في البنش ماركينج خمس عناصر. بعمل بلاننج، وبعد ما بعمل البلاننج بجمع داتا او بجمع بيان، كوليكشن داتا، بعمل تحليل للداتا، بعد كده بعمل امبلمنتيشن، تنفيذ، بعد كده براقب التنفيذ، وهكذا. نخش على موضوع جديد، القياس وتحليل البيانات، الميجرمنت اند داتا اناليسيس. ازاي بعمل قياس وتحليل للبيانات بتاعتي؟ خصائص نظام القياس الفعال. النقطة الأولى، قياس الأشياء التي تهم فقط. عايز حاجات مهمة أركز عليها، هي اللي بقيسها. ما اقعدش أقيس حاجات ملهاش أي لازمة خالص في البروسس بتاعتي. أنا عندي بروسس عايز أعمل لها إيه؟ قياس. فبقيس على اللي هيأثر، على اللي هيأثر على البروسس. ما بروحش اقيس على اي حاجه ما بتأثرش على البروسس. تمام؟ يبقى قياس الاشياء التي تهم فقط. طيب، تتماشى مع التسليم الفعال وزيد الكفاءه لما يطلبه العميل. التدابير الكمية والموضوعية كلما أمكن ذلك. إشارة سريعة وواضحة للأداء. استخدام قياس الأداء وتحليل البيانات لدفع ومراجعة وإدارة التحسين المستمر. ردود فعل فعالة من بيانات قياس. نظام القياس العادل. طيب، أنا عندي القياس نوعين، كل بقى الناس تركز معايا في النقطة دي. النقطة دي مهمة جدا. الحاجات اللي أنا بقول عليها مهمة جدا وركزوا معايا فيها، تركزوا معايا فيها. والحاجات اللي هي نظري بقولها بسرعة هتعرفوا إن دي أي حد هيقراها هيفهمها. طيب، القياس عندي نوعين. أول نوع اللي هو النوعي. القياس النوعي اللي هو الكواليتاتيف، بيخضع للحكم الشخصي او التصور. الكواليتاتيف اللي هو النوعي، القياس النوعي بيخضع للحكم الشخصي او التصور. انا بتصور شيء او بسال واحد خبير عنده خبره اكسبرت في موضوع، فانا باخد منه معلومه. ده اللي انا بسميه القياس النوعي اللي هو الكواليتاتيف ميجرمنت. القياس النوعي بسال، بخضع لحكم شخصي، اشوف اي حد اساله شخصيا، او انا بتصور القياس. ده بيسموه القياس النوعي. طب النوع الثاني من القياس اللي هو الكوانتاتيف اللي هو الكمي. القياس اللي انا بقيسه بقى، القياس
الكم بقى اللي بقيسه بقى بادوات قياس ايا كانت الاداه. تمام؟ الكم في الواقع يمكن قياس الكميه. يبقى فهمته. ايوه فوركاست صح صح يا هندسه ليلى الله ينور عليك. يبقى عرفنا القياس لإما نوعي لإما كمي. القياس نوعي يعني كواليتيتيف بيخضع للحكم الشخصي أو التصور، والكمي الكوانتيتيف في الواقع يمكن قياس كمية. التدابير او القياسات المستخدمه في قطاعات الصناعات. الجدول ده مهم جدا، كل الناس تركز معايا في الجدول ده. انا عندي التدابير او القياسات المستخدمه في قطاعات الصناعات عندي ليها خمس أصناف مهم. في أصناف تاني ممكن تضيفها بس هم دول تقريبا 95% من التدابير أو القياسات في قطاع الصناعة. النوع الأول الجودة الكواليتي، بعد كده الدليفري توصيل الكوست تكلفة السيفتي السلامة الريليشن شيبس العلاقات. يبقى القياسات المستخدمة في قطاع الصناعة 5 أصناف: كواليتي دليفري كوست سيفتي ريليشن شيبس علاقات. طيب تمام، كل الناس تركز معايا في الجدول ده يا شباب عشان في مثال. الجدول ده هناخد على الكواليتي مسألة، في مسألة وفي مثال عليها، فكل الناس تركز معايا. طيب انا عندي في الكواليتي الحاجة اللي انا بقاسها في الكواليتي بسميها النوت رايت فيرست تايم، الان ار اف تي، غير صحيح اول مرة. النوت رايت فيرست تايم. طيب ده بالنسبه للجوده، والمثال اللي انا هاخده على النوت رايت فيرست تايم بعد ما اخلص الجدول هناخد مثال محلول على قياس الجوده او تدابير الجوده، اللي هو ازاي بحسب ال ان ار اف تي. ليها معادله ال ان ار اف تي، ليها معادله هقول لكم عليها لما نيجي دلوقتي. طيب الدليفر التوصيل اتشيفمنت اوف بلان البلاند اكتيفيتي كومبليت، تحقيق الخطه والانشطه المخططه بتبقى كامله. طيب ده بالنسبة للتوصيل. طب التكلفة الكوست القياس بتاعها على حاجتين: بيبول برودكتيفيتي انتاجية الناس، والبادجت ادهيرنس اللي هو الالتزام بالميزانية. عيد تاني. حاضر. بص يا سيدي، أنا عندي في 5 أصناف بستخدمها في قياس القطاعات الصناعيه او القياسات في القطاعات الصناعيه. عندي اول صنف الكواليتي، والكواليتي بقيس عليه حاجه اسمها النوت رايت فيرست تايم ال ان ار اف تي، وهندي مثال عليه عشان ده ليه معادله. دي النقطه الاولى اللي انا بستخدمها في قطاعات الصناعة فيما يخص الجودة.
النقطة الثانية الدليفري التوصيل اتشيفمنت اوف بلان تحقيق الخط. النقطة الثانية في التوصيل البلانت اكتيفيتي كومبليت الأنشطة المخططة كاملة. تمام؟ طيب بالنسبة للكوست تكلفة النقطة الأولى اللي أنا بقيس عليها بيبول برودكتيفيتي إنتاجية الناس. النقطة الثانية اللي أنا بقيس عليها الكوست البادجت أدهيرنس الالتزام بالميزانية. طيب السلامة السيفتي النمبر أوف اكسيدنتس ريكورد النمبر اوف اكسيدنتس ريكورد اللي هو عدد الحوادث المسجله. النقطه الثانيه النمبر اوف دايز ويزاوت اكسيدنتس عدد الايام دون حوادث. تمام. آخر حاجة عندي العلاقات relationships اللي هو رضاء العملاء الكلاين satisfaction. تمام؟ نقولهم تاني الجودة بقيس فيها حاجة اسمها النوت رايت فيرست تايم غير صحيح اول مره. الدليفري بقيس فيها الاتشيفمنت اوف بلان تحقيق الخطه والبلاند اكتيفيتي كومبليت الانشطه المخططه كامله والكوست اللي هو التكلفه بقيس عليها البيبول برودكتيفيتي انتاجيه الناس والبادجت ادهيرنس الالتزام بالميزانيه السيفتي سلامه النمبر اوف اكسيدنتس ريكورد اللي هو عدد الحوادث المسجله والنمبر اوف دايز ويزاوت اكسيدنتس عدد الايام دون حوادث و ريليشن شيبس اللي هي العلاقات الكلاين ساتسفيكيشن اللي هو رضاء العملاء. طيب هناخد بقى مثال على النوت رايت فيرست تايم. كل الناس تركز معايا كل الناس تركز معايا في المثال ده كده. انتوا فاهمين فهمتوا الجدول بتاع تصنيف التدابير والقياسات في قطاعات الصناعه. في طب اي سؤال؟ حد مش فاهم حاجه في اللي انا قلته قبل ما اخش في المثال بتاع النوت رايت فيرست تايم؟ هو مقياس القدره على تقديم المواصفات المحدده للاعمال. يبقى النوت رايت فيرست تايم اللي هو ال ان ار اف تي مقياس القدره على تقديم المواصفات المحدده للاعمال. طيب النوت رايت فيرست تايم كميه العيوب اللي هو الكوانتيتي اوف ديفيكتس على الاجريت يونت اوف ميجر وحده القياس المتفق عليها. يبقى النوت رايت فيرست تايم كميه العيوب الكوانتيتي اوف ديفيكتس على وحده القياس المتفق عليها الاجريت يونت اوف ميجر. هناخد مثال
يقوم مشروع بناء المساكن الجديد بقياس عدد العيوب الموجودة في جميع العقارات التي يجري العمل عليها لفترة زمنية محددة، وكان قياس كمية العدد الإجمالي للعيوب 112 في 22 خاصية من الخصائص. حد يقدر يحسب لي بسرعة كده الـ NRFT؟ الناس اللي معايا بقى ومركز، يلا سؤال موجه ليكم. الـ NRFT للمثال ده، ايه الناس مش معايا ولا ايه؟ الناس نمت؟ تمام، الله ينور يا هندسة، الله ينور يا هندسة، الله ينور يا هندسة. ايه؟ لا، هندسة سمير في بوين. تمام، الله ينور عليكم، الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. تمام، مش مهندس هادي. تمام، الله ينور. مش مهندس محمد حنفي، الله ينور، الله ينور. لا، كل الناس مركزة الحمد لله، مفيش حد نام. هي المحاضرة معلش النهاردة كلها تبقى نظري وكلها نقط أي حد يقرأ يفهمها، بس الحاجات دي بتطبق، النظري ده بيطبق. تمام، الله ينور عليكم جميعا، الله ينور عليكم. فعلا أهي حل أهو. الـ NRFT اللي هو النوت رايت فيرست تايم، هقسم إجمالي العيوب على الخواص المتفق عليها اللي هي وحده القياس المتفق عليها، هتبقى 112 على 22 تقريبا 5.1 ديفكتس بير هاوس، خمس عيوب لكل منزل. تمام، هناخد بقى اربع جداول مهمه، اخر حاجه عندنا في الكايزن. عايز اقارن الكايزن بإيه؟ بكل اللي احنا درسناه من مبادئ. فهناخد الأول إن الكايزن، أول جدول عندي إن يعني أنا بلخص هنا الكايزن، مداخل التحسين بتاعتي الكايزن، فلسفة المدخل التحسين الجذري للعمليات. طيب، مجال الاهتمام التركيز على تحسين الأداء. طب خطوات التطبيق هي خط تنفذ افحص اعمل اللي هي ميديكا. تمام، تمام، تمام. بيتم التقريب لاقرب عدد صحيح هندسه ال NRFT. تمام، خلاص. طيب، الافتراضات بالنسبه لخطط حصر المشاكل، نفذ توثيق الوضع الحالي، افحص تحقيق الاهداف وطرح افكار وحلول، اعمل وضع الخطه وتنفيذ الخطه. يبقى انا كده لخصت المبدا بتاع كايزن في الجدول الظريف اللي انتم شايفينه ده. ان الفلسفه بتاع الجدول ده بقى هطبقه على ايه؟ كذا حاجه دلوقتي هقول لكم عليها. ان المدخل بتاع التحسين كايزن، وفلسفه المدخل ده التحسين الجذري للعمليات، ومجال الاهتمام بركز على تحسين الاداء، والخطوات بتاعت التطبيق بكتب خطه تنفذ افحص اعمل اللي هو البيديكا. طب والافتراضات بتاعتي في الخطه حصر المشاكل، ونفذ توثيق الوضع الحالي، وافحص تحديد الاهداف وطرح افكار وحلول، اعمل اللي هو وضع الخطه وتنفيذ الخطه. طيب، في حاجه ثانيه عندنا بنطبقها اللي هي اداره الجوده الشامله، يبقى ليها علاقه برضو بالكايزن لانها شغاله برضو على نفس الكلام بتاع بيديكا. فهنقول ان اداره الجوده الشامله التي كيو ام، فلسفه المدخل تحسين مستمر وتدريجي، ومجال الاهتمام التركيز على رضاء الزبون، وخطوات التطبيق الاعداد والتخطيط والتنفيذ والتقدير والتقويم و تبادل ونشر الخبرات. طيب، الافتراضات اجراء تحسينات جزئيه على النظام،
تحقيق التنميط والتناسق، وجود نظام موثق، العمليات صالحة ومفيدة، وإمكانية تحقيق مشاركة جماعية، تطبيق الأساليب الإحصائية طبعا في الـ AQM. في جدول تاني درسناه مع بعض الأسبوع اللي فات، اللي هي الصيانة الإنتاجية الشاملة، التوتال برودكتيف مينتننس TBM، فلسفة المدخل لها تأثير إيجابي على العديد من مؤشرات الأداء، فهي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الجودة، ومجال الاهتمام التركيز على رضا الزبون والعمليات، وخطوات التطبيق لاعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل، قيام المشغلين ببعض أعمال الصيانة اللي بنسميها الصيانة الذاتية. طبعا لما درسنا الحاجات دي الأسبوع اللي فات عرفنا الكلام ده كله، وتحليل جميع المشاكل المعدات وعدم قبول التكرار أو الأعطال، وتشجيع عمل المجموعات الصغيرة على تحليل المشاكل والتطوير والافتراضات، تعزيز المكانة التنافسية في السوق، ووجود ثقافة منظمة تؤكد العمل الجماعي، وتحسين العمليات يؤدي إلى تحسين الخدمة. ده بالنسبة للتي بي ام اللي هي الصيانة الإنتاجية الشاملة، التوتال برودكتيف مينتيننس. السكس سيجما عندي فلسفة المدخل، تقليل الانحرافات، ومجال الاهتمام التركيز على المشكلة، خطوات التطبيق طبعا الدماغ اللي هما الخمس حاجات، الديفاين الميجر الانالايز الامبروف الكنترول اللي هو التعريف والقياس والتحليل والتحسين والرقابة. يبقى اقولهم تاني، خطوات تطبيق السكس سيجما اللي هي منهجية الديماك الديفاين. كل الناس تكتب معايا من الحتة دي في النوت بوك، عشان طبعا السكس سيجما من الحاجات المهمة. خطوات تطبيق السكس سيجما، خمس مراحل. الديفاين لازم بالترتيب، الديفاين اللي هو التعريف، النقطة الثانية الميجر القياس، ثلاثة الاناليز التحليل، أربعة التحسين الامبروف، خمسة الرقابة الكنترول. هي دي منهجية الدي ماك المستخدمة في سيكس سيجما. وعندي الافتراضات اللي هي البيانات من قبل العاملين، بجمع بيانات، بعمل كوليكشن داتا، وبعد كده بعمل تقليل الانحرافات في العمليات طبعا عن طريق ايه؟ البرنامج الاحصائي الشهير مينيتاب 17، أكبر برنامج إحصائي على مستوى العالم، كتاب 17. طيب آخر حاجة عندي الكواليتي كنترول اللي هي مراقبة الجودة، فلسفة المدخل، مشاكل الجودة وحلها، مجال الاهتمام، تركيز على مشاكل، التركيز على مشكلة يمكن التعامل معها عن طريق مراقبة العمليات، خطوات التطبيق، التفتيش والمراقبة الإحصائية للعمليات، وخطط الفحص المعاينة والمعاينة، الافتراضات، تطبيق الأساليب طبعا الإحصائية اللي هم السيفن تولز. تمام. في اي حد عنده سؤال قبل ما اخش على الفايف اس؟ كده كايزن خلصت. اي حد عنده سؤال في الكايزن قبل ما اخش في الفايف اس؟
كايزن عشان تركز عليها في حاجتين، بتركز على البيديكا سايكل وبتركز على الثمان اوادر اللي هما التايم وودز، وبتبقى عارف استخداماتك في القياس والبنش ماركينج اللي انت هتعمله سواء كان داخلي او خارجي، ونوع القياس بتاعك لاما نوعي او كمي. تمام، في حد عنده سؤال في الكايزن؟ تمام. خش مع بعض الفايف ورك بليس اورجانيزنج اللي هو تنظيم موقع العمل الفايف اس. الفايف اس منهج ياباني يقوم على تهيئة بيئة العمل من حيث التنظيم والترتيب والانضباط من أجل تحقيق أعلى مستوى الإنتاجية والسلامة المهنية، وبيهتم بتقليل الفواقد، ومن هذه الفواقد الوقت الضائع في البحث عن الأدوات والملفات والإصابات نتيجة عدم نظافة وتنظيم مكان العمل. يبقى باختصار شديد كده الفايف اس، أنا بهتم بنظافة وتنظيم مكان العمل. ركزوا معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم دول. خلاصه الفايف اس بتتبلور في خمس نقط هنقولهم دلوقتي، بس مجملها، مجمل الخمس نقط: تنظيم مكان العمل، نظافه مكان العمل، تقليل الاصابات، وقت ضائع في البحث عن الأدوات. يبقى أنا لازم أرتب أدواتي، لازم أرتب أدواتي، لازم أصنفها، وهنعرف إزاي دلوقتي. وأعطال المعدات نتيجة عدم تداركها في مرحلة مبكرة، لذلك فإن أحد أدوات نظام تويوتا الإنتاجي هو الخمسة تي أو الفايف إس، والذي يهتم بتنظيم وتنظيف وترتيب مكان العمل. فما هو معنى الفايف اس او الخمسه تي؟ هنشرحهم دلوقتي، وكيف نطبقها، وماذا نجني من وراء ذلك. اهداف تطبيق الفايف اس: اول هدف تامين بيئه العمل المثاليه للقوى العامله، توزيع المسؤوليات على أفراد، أستاذ سامح حضرتك عايز الإيه؟ هبعت لك حاضر الماتيريال، لو دخلت على الجروب يا أستاذ سامح هتلاقي الماتيريال بتاعت المحاضرة الرابعة عليها، أي جروب. أستاذ سامح حضرتك لو دخلت على الجروب، لو دخلت على أي جروب هتلاقي الماتيريال، هشيرها لك بعد المحاضرة. حاضر يا أستاذ سامح، ما تقلقش. أهداف تطبيق الفايف اس: تأمين بيئة العمل المثالية للقوى العاملة، توزيع المسؤوليات على أفراد المنظمة بشكل واضح، تحسين الإنتاجية من خلال توفير الجهد والوقت والمال. يعني انت بتوفر جهد ووقت ومال، فبالتالي عليه بتحسن الإنتاجية، وسهول الحصول على متطلبات العمل، تأمين بيئة عمل نظيفة، المحافظة على السلامة المهنية للسيفتي. هي دي باختصار الفايف، أهداف الفايف اس. هندرس بقى الخمسة أنواع للفايف اس. أنا عندي الفايف اس زي ما هي في الصورة اللي واضحة قدامكم دي، اللي هي السيت ان اوردر والشايننج والستاندرايزد والسوستين والسورت.
وهندرس مع بعض الكلام ده دلوقتي. فوائد تطبيق الفايف اس: تأمين بيئة عمل مثالية وذات جودة عالية بشكل عملي ومستمر. الاهتمام بنظافة مكان العمل يؤدي إلى المحافظة على صحة وسلامة العاملين. الاهتمام بالصيانة والمحافظة على المعدات وتوحيد أساليب العمل يؤدي إلى تخفيض التكاليف. تحسن سرعة وكفاءة أداء العمل. 5، مؤشر إيجابي على كيفية إدارة وأداء الأعمال للمنظمة. الفايف اس او الخمسة تي بالعربي او الفايف اس بالانجلش هي فلسفة الاعتناء بمكان العمل. ده تعرفها، هي فلسفة الاعتناء بمكان العمل بتنظيمه وتنظيفه، وهي تتكون من 5 خطوات، متكونة من 5 خطوات اساسية. خطوة تسمى باليابانية بكلمة تبدأ بحرف الايه؟ الاس، ومن هنا جاء مسمى الفايف اس أساسية. وقد اشتهرت هذه الفلسفة عالميا بهذا الاسم، حتى أنه تم ترجمة هذه الكلمات اليابانية الخمسة إلى كلمات إنجليزية. هندرس الكلمات الإنجليزية وهندرس الكلمات اليابانية وهندرسها بالعربية. وتبدأ بحرف الاس لكي تكون التسمية سارية. وخمسة تي هي ترجمتها من اقتراحي، حيث يمكننا أن نترجم هذه الكلمات الخمسة إلى كلمات عربية تبدأ بحرف الت، وهي تصنيف وتنظيم وتنظيف وتنميط وتثبيت. أول نوع عندي التصنيف اللي هو السورتينج، بيسموها باليابانية سيراي وبالإنجليزية سورتينج وبالعربية تصنيف. يلا بالثلاثة. يبقى التصنيف، تأتي الخطوة الأولى للفايف اس إلى أهمية فرز وتصنيف الأشياء حسب استخدامها ومدى أهمية وجودها داخل موقع العمل من خلال تحديد الضروري أو غير الضروري للتخلص منه أو تغيير موقعه وفقا لمعايير محددة. ما هو الضروري؟ الأصناف التي لا يحتاج العمل بشكل نهائي، الأصناف أو المواد التي انتهت صلاحيتها بشيلها، أو عمرها الافتراضي بشيلها إلى ما لا نهاية إلى آخر. يبقى هو ده الغير الضروري. أول نقطة عندي الأصناف اللي إيه؟ اللي أنا مش محتاجها تعمل بشكل نهائي، مثل الأصناف أو المواد اللي انتهت إيه؟ الصلاحية بتاعتها أو عمرها الافتراضي إلى ما لا نهاية. دي النقطة الأولى في الغير ضروري. النقطة الثانية، الأصناف أو المواد التي تستخدم بشكل غير مستمر مع توفر كميات تفوق احتياجها الفعلي، برضو غير ضرورية. ثلاثة، الأصناف أو المواد المعمول بها في حالات الطوارئ، حيث يجب إعادة تقييمها ووضع معايير محددة لضبط مدى الحاجة إليه. بنبقى حاطينها بس عشان الطوارئ، مفيش طوارئ ما بنستخدمهاش، فلازم أصنفها وأعيد لها، أعمل لها إيه؟ ريسايكل، ماشي، عشان أقدر أحطها في معايير محددة لضبط مدى الحاجة ليها. طيب، آلية تحديد الاستخدامات، مهم قوي، ركزوا معايا في الحتة دي. الجدول ده لازم حضراتكم تعملوه كلكم. جدول مهم قوي، بيصنف الاستخدامات حسب الأهمية وحسب آلية التخزين. يعني أنا عندي الأهمية
لما تكون منخفضة أو متوسطة أو عالية. طب المنخفضة لاستخدامات لا تستخدم مرة في السنة أو كل 6 شهور، فدي أهميتها منخفضة. يبقى أنا عندي استخداماتي في أدواتي في شغلي في أي حاجة، في حاجات ما بستخدمهاش وفي حاجات بستخدمها مرة في السنة أو كل 6 شهور، دي بديها أهمية منخفضة. عشان ده اللي هتعملوه في التمبليت بتاع الفايف اس، ركزوا معايا. طيب آلية التخزين لازم أتخلص منها، اللي ما بستخدمهاش أتخلص منها. طيب اللي بستخدمها مرة في السنة وكل 6 شهور بنقلها لمكان آخر، بتتخزن لمكان آخر عشان ما تاخدش عندي مساحة في المكان اللي أنا بخزن. طيب النقطة الثانية متوسطة. متوسطة مرة كل إيه؟ من شهرين لست شهور. بتنقل، بننقلها لمكان داخلي قريب. وأكثر من مرة في الشهر، بستخدمها أكثر من مرة في الشهر، تنقل لمكان داخلي قريب برضه. أهمية المتوسطة استخداماتها من مرتين لست شهور، بنقلها لمكان داخلي قريب مني. طب لو مرة في الشهر برضو بنقلها لمكان داخلي قريب مني. طيب الأهمية عالية، بستخدمها كتير، تستخدم بشكل أسبوعي، أحطها بقى جوه موقع العمل. يبقى خزنها فين؟ جوه موقع العمل طالما أنا بستخدمها بشكل أسبوعي. طب لو بستخدمها بشكل يومي برضو تبقى داخل موقع العمل. فاهمين آلية تحديد الاستخدامات؟ فاهمين؟ فاهمين الجدول ده؟ الجدول ده مهم جدا وهنستخدمه في التمبليتس للفايف اس اللي انا شيرتها لكم على الجروب. فاهمينه؟ تمام. خطوات تنفيذ التصنيف. حصر وتصنيف الموقع، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية التخلص من الأصناف غير مستخدمة. ثلاثة دراسة أسباب بقاء الأصناف الغير مستخدمة. آخر نقطة تجنب تكرار وجودها مرة أخرى. هي دي خطوات تنفيذ التصنيف. حصر وتصنيف الموقع، التخلص من الأصناف غير المستخدمة، دراسة أسباب بقاء الأصناف الغير استخدامه، تجنب تكرار وجودها مرة أخرى. تمام. طيب يبقى أنا كده خلصت التصنيف، أخش على حاجة جديدة اللي اسمها باليابانية سيا أو بالإنجليش set in order وبالعربي تنظيم. يبقى بالإنجليش S، بالعربي T، باليابانية S. بعد الانتهاء من عملية التصنيف في اللي احنا درسناها رقم واحد، خلي بالكم الترتيب مهم في الكلام ده، يعني التصنيف sorting، بخش على set in order الخطوة الثانية. ما ينفعش تجيب مرحلة قبل مرحلة. الفايف اس لابد من أهمية الترتيب في الخمس مراحل. اللي هيعمل مرحلة قبل مرحلة غلط غلط. يبقى كده المبدأ بتاع الفايف اس اتطبق
غلط. لازم أهمية الترتيب في الـ 5S. سورتينج تصنيف واحد. بقوم عامل له بشرح له التصنيف. بعد كده السيت ان اوردر التنظيم. اوعى تقول لي التنظيم قبل السورتينج، مش هينفع. مش هينفع. محدش هيبص في التقرير اللي انت هتقدمه في الـ 5S. خلاص اتفقنا؟ الترتيب مهم جدا في المراحل الخمسه بتوع الـ 5S. طيب بعد الانتهاء من عمليه التصنيف، انا كاتبها اهو، كاتبها اهو، بعد ما بخلص عمليه التصنيف بتاتي الخطوه الثانيه في نظام الـ 5S وهي التنظيم والترتيب. وبعد ما بخلص التصنيف المرحلة اللي بعديها على طول تنظيم وترتيب، اللي هي السيت ان اوردر. والترتيب بطريقة محددة وفعالة لجميع الأصناف والمواد داخل مكان العمل، مما يؤدي إلى سهولة الحصول على الأصناف أو المواد، وتوفير الوقت والجهد. وتوفير الوقت والجهد. تمام؟ آلية عمل الترتيب أو التنظيم. واحد، التخطيط للآلية المناسبة للتخزين. اثنين، تحديد مواقع الأصناف. ثلاثة، وضع رقم ثابت لكل صنف. تمييز موقع كل صنف بلون. خمسة، توضيح الطريقة التي يجب من خلالها إعادة الأصناف إلى أماكنها بعد استخدامها. هي دي آلية الترتيب، الخمس نقط دول. تخطيط الآلية المناسبة للتخزين، تحديد مواقع الأصناف، وضع رقم ثابت لكل صنف، تمييز موقع كل صنف بلون، توضيح الطريقة التي يجب من خلالها إعادة الأصناف إلى أماكنها بعد استخدامها. الوسائل المتبعة. واحد، اللوحات الإرشادية. اثنين، الألوان. ثلاثة، كروت تصنيف. أربعة، التخطيط الأرضي. خمسة، التعليمات. هي دي الوسائل المتبعة في آلية عملية ترتيب. لوحات إرشادية، ألوان، كروت التصنيف، التخطيط الأرضي، التعليمات، رموز الألوان المتبعة. عندي بدل كل حاجة لون زي ما كتبنا كده في التعليمات في الآلية اهي، اللي هي نقطة رقم اثنين، الألوان. بدي كل رموز الألوان، يعني زي الأخضر دي معدات وملصقات السلامة والإسعافات الأولية والحاويات والمخارج وعايز التغيير. خلي بالكم ممكن اللون ده يرجع ليك، يعني اللون ده يرجع ليك. الألوان الموضحة اللي أنا موضحها هنا، كاتب كومنت تحت بيقول إن الألوان غير ملزمة ويمكن لكل منشأة إيه استخدام ما يناسب. يعني كل منشأة أو مكان نشاط صناعي أو نشاط تجاري بتستخدم أي من الألوان اللي بتناسبها في المكان. يعني اللون الأخضر بميزه للمعدات وملصقات السلامة والإسعافات الأولية والحاويات والمخارج وعادة التدوير. مثلا الأزرق المعدات وخطوط وعلامة المستودعات المحدة للشرايين. الأصفر أو البرتقالي مش عارف إيه، الآلات والتحذيرات والسياج الخاص بالحماية واللوحات الخاصة بالقواعد المعايير. الأحمر معدات مكافحة الحريق وحاويات المواد التالفة وأنابيب الرش وعلامات المواد والأصناف الغير. والأبيض مواد غير العمليات الإدارية أدوات الإصلاح والنظافة. الرمادي رفوف التخزين ومستودعات الأسطح المنظمة. يعني الألوان دي بترجع لكل إيه منظمة أو منشأة ممكن تختار الألوان للتصنيف بتاعها.
ثالث حاجه سيسيا، دي باليابانيه شايننج بمعنى تنظيف او تلميع، شايننج تنظيف او تلميع، دي المرحله الثالثه. بعد الانتهاء، انا شوف يعني بركز دايما على بعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين، ببدا في الخطوه اللي بعديها عشان الفت انتباهك، لان الترتيب مهم جدا في الفايف اس: سورتنج، سيت ان اوردر، شايننج. تاتي المهمه المكمله لما سبق، وهي المحافظه على موقع العمل نظيفا، وهي سمه الشركات اليابانيه، بل تعد تلك الخطوه جزءا من العمل اليومي لتلك الشركات هناك. ما المقصود بالنظافه؟ التاكد من ان جميع مواقع العمل من مكاتب وارضيات واسقف ومعدات والات نظيفه بصفه دائمه، من خلال تتبع وملاحظه النفايات. شوف بقى بيراجعوا النفايات وتسرب الماء، تسرب الزيوت، روائح غير طبيعيه، الصدى الى ما لا نهايه له. وعند وجود مشكله يجب معالجه اسباب حدوثها والتاكد من عدم تكرارها. يبقى تاني المقصود بالنظافه التاكد من ان جميع مواقع العمل من مكاتب وارضيات واسقف معدات والات نظيفه بصفه دائمه، من خلال تتبع وملاحظه النفايات، تسرب الميه، تسرب الزيوت، روائح غير طبيعيه، صدى الى ما لا نهايه، الى اخره. وعند وجود مشكله، ده في ناس وظيفتها كده في المصانع اليابانيه، هي دي مشكلتها، هي دي اصل وظيفتها، بتدور على الحاجات دي عشان تحلها بس، ما بتعملش حاجه تاني، شغاله على الفايف اس. يعني الناس شغاله في المصنع على موضوع وظيفتها تطبيق الفايف اس بس، ما بتعملش حاجه تاني، ولما بتلاقي مشكله بيحلوها ما بيسيبوهاش. وعند وجود مشكله يجب معالجه اسباب حدوثها والتاكد من عدم تكرارها. الهدف من النظافه بقاء موقع العمل نظيفا بشكل دائم. النظافه مستمره تعني الفحص المستمر للالات والمعدات ومدى جاهزيتها. من خلال عمليه التنظيف يتم اكتشاف العيوب بوقت مبكر. يعني انا دلوقتي لما يكون المكان بتاعي نظيف وجاهز، فلما بكتشف العيب بسرعه وقت بدري الحق احله، الحق احله. مش لو المكان بقى غير نظيف ومش عارف اخش عشان احل المشكله بياخد منه وقت. فمن خلال عمليه ان التنظيف يتم اكتشاف العيوب بوقت مبكر، والمحافظه على كفاءه اداء المعدات والالات، والالتزام والمسؤوليه من العاملين على المعدات والالات، السيطره على الملوثات بأي اهتمام بالسلامة المهنية. طب خطوات تطبيق النظافة، ركزوا معايا. واحد، شرح وتعريف العاملين بالمقصود بالنظافة في الفايف اس وفوائدها. اثنين، تدريب العاملين. في حاجة بس تمام.
شرح وتعريف العاملين بالمقصود بالنظافة في الفايف اس وفوائدها، تدريب العاملين على كيفية العمل بشكل صحيح، ثلاثة توزيع الأدوات المناسبة حسب آلية العمل، أربعة تحديد وقت العمل بشكل واضح لجميع العاملين، خمسة الجدية في متابعة العمل بهذا النظام. تمام؟ يبقى هي دي خطوات تطبيق النظافة، الخمس نقط دول، شرح وتعريف العاملين بالمقصود بالنظافة في الفايف اس وفوائدها، تدريب العاملين على كيفية العمل بشكل صحيح، توزيع الأدوات المناسبة حسب آلية العمل، وتحديد وقت العمل بشكل واضح لجميع العاملين، والجدية في متابعة العمل بهذا النظام. رابع نقطة عندي الستاندرايزنج، التنميط. اتباع الخطوات السابقة من نظام الفايف اس يحتاج إلى الالتزام ونظام محدد ومعايير معينة لكي لا تفقد فعاليتها مع مرور الوقت. كل ثلاث نقط اللي فاتت مهمين، فأنا عايز في الخطوة الرابعة أعمل توحيد قياسي أو تنميط أو استاندرايزنج أمشي عليه عشان الكل يمشي عليه، يبقى فيه قياس محدد، توحيد محدد، معايير معينة، المؤسسة كاملة تمشي عليها. فعشان كده هندرس الخطوة الرابعة اللي هي الستاندرايزنج أو التنميط أو تحديد معايير معينة لكي لا تفقد فعاليتها مع مرور الوقت. يعني مش مع مرور الوقت بقى يبتدي النظام يبوظ والثلاث نقط السابقتين اللي انا شرحتهم يبوظوا، فاعمل توحيد قياسي او معايير قياسيه امشي عليها كل الخطوات اللي جايه اللي فاتت واللي جايه. ما المقصود بالنظام؟ توحيد الاجراءات والمعايير والتعليمات المراد اتباعها وعرضها بشكل واضح ومفهوم للمحافظة على ما تم إنجازه خلال الخطوات الثلاثة اللي فاتوا. يعني أنا درست دلوقتي السورتينج، بعد كده الشايلينج، بعد كده السيتي أوردر، بعد كده الشايتينج، النقطة الرابعة اللي هو الستاندرايزنج اللي أنا بعمل توحيد قياسي بمشي عليه كل المراحل اللي فاتت والمراحل اللي جاية من خلال اتباع الاسلوب البصري لتطبيق هذه الاجراءات. طيب ايه هو الاسلوب البصري؟ ما المقصود بالاسلوب البصري؟ الاعتماد على وضع التعليمات والاجراءات المراد اتباعها بشكل لوحات وإرشادات وظاهرة للجميع من خلال الأساليب الآتية. تمام، اللي هو الفيجوال مانجمنت. صح. التعريف بالألوان، استخدام العلامات، تنبيهات الخطر، اتجاهات الأسهم، مؤشرات الأداء. وقد أثبتت دراسة علمية أن 60% من ردود الأفعال للإنسان تعتمد على البصر. ما الفائدة من اتباع الأسلوب البصري؟ استمرارية وضوح التعليمات والإجراءات،
عدم الاعتماد على الذاكرة في تنفيذ الأعمال، انحصار الأخطاء وتلاشيها، ترى من مسافات بعيدة، يعني هي بترى من مسافات بعيدة، تسهيل عملية نقل المعلومات وسرعة العمل بها، تعطي شكلا جماليا لموقع العمل. أمثلة لبعض العلامات أهي، كل منشأة بقى بتعرض أمثلة ليها. اتفضل، اللي صايم ويروح يفطر، يعني اللي صايم يروح يفطر. آخر حاجة عندنا سستين التثبيت. التثبيت سستين، تعتبر هذه الخطوة هي جوهر نظام الفايف اس، فالانضباط يؤدي إلى الاستمرارية والمحافظة على الإجراءات الصحيحة دون الرجوع تدريجيا الى الوراء. لازم انضباط، لازم تثبيت معين بتثبت فيه مبدأك بتمشي عليه عشان ما ترجعش لورا، وحتما لن يتم الاستفاده من النظام وسيصبح عديم الجدوى اذا لم يتم العمل بانضباط هذا النظام والمحافظه عليه. الانضباط اسلوب حياه من الأهداف المهمة التي تؤدي إلى نجاح العمل بهذا النظام، هو السعي لغرس هذا المفهوم في نفوس العاملين ليصبح أسلوب حياة وجزء من الأعمال اليومية التي يقوم بها. وهذا يتطلب تحديد الأهداف التي من خلالها سيتم البدء في تطبيق الفايف اس، كيفية كيف يمكن قياس تحقيق هذه الأهداف، ما هو الأدوات والموارد المتاحة للمساعدة في قياس التقدم في التطبيق وكيفية المحافظة عليها. طب آلية استمرار العمل بالنظام، يتم التحقق من الممارسات في مكان العمل من خلال التأكد من تنفيذ الضوابط بشكل يومي. لازم اتاكد من تنفيذ الضوابط دي كل يوم، اصدار التعليمات اليوميه في وقت مبكر عشان اللي يعمل غلط وانا ما اديتوش التعليمات ما ارجعش اقول له تاني وافقد وقت، فلازم ادي لهم التعليمات اليوميه بوقت بدري عشان يبتدوا ينفذوه. التاكد من بقاء اماكن العمل مرتبه ونظيفه، أهمية حضور عايز إيه؟ نقطة رقم 4، تأكد من تنفيذ الضوابط بشكل يومي، إصدار التعليمات اليومية في وقت مبكر، التأكد من بقاء العمل مرتبة ونظيفة، أهمية حضور الموظفين في الوقت المحدد، التأكد من التزام الجميع بقواعد السلامة المهنية السيفتي. السلامة هي عملية مستمرة تدعمها جميع أركان نظام الفايف اس تقريبا والمتعارف عليها لمنهجية الفايف اس. لا يوجد سوى 5 ركائز اللي احنا اتعلمناهم، بس كتير من الشركات والمنظمات بتحط السلامة المهنية 6S، يعني كتير من المنظمات والشركات بتخلي السيفتي بدل ركيزة سادسة تبقى 6S، وتمثل السلامة دورا مهما في أي شركة وتسير جنبا إلى جنب مع التنظيم المناسب. لذلك من المنطقي إبرازها في الوقت نفسه مع الفايف اس، مع أن تنفيذ نموذج الفايف اس يعتبر خطوة أولى نحو خلق بيئة آمنة للعاملين بالمنشأة.
احنا كده خلصنا الفايف اس، خدنا الخمسه نماذج للفايف اس. والفايف اس مهمه جدا في اي منظمه او اي منظمة او اي مؤسسه. وانا يعني رايي ان لو كل منظمه او مؤسسه طبقت الفايف اس هيبقى ليها مكان اخر في المجتمع وهتتقدم وهتبقى يعني هي اليابان. يعني المصانع والمؤسسات في اليابان ما نجحتش من شويه، ما بقتش اليابان دايما في المرتبه العالميه الاولى عشان بتطبق اللين وبتطبق الحاجات دي يعني مش من فراغ صراحة. يعني اليابان ما وصلتش للي هي فيه مش من فراغ. آخر مبدأ عندنا مبدأ بوكايوكي، مبدأ بوكايوكي، وده مطلوب في هوم ورك. بنقول ان مبدا بوكا يوكي هي تقنيه يابانيه لمراقبه الجوده، طورها عام 1961 المهندس شيجو شونغو. شيجو شونغو. وبنقول هي تقنيه تصنيع بسيطه تضمن وجود الظروف الصحيحة لمنع حدوث عيوب في عملية التصنيع ناتجة عن خطأ بشري. يبقى هي تقنية تصنيع بسيطة بتضمن وجود الظروف الصحيحة لمنع حدوث عيوب في عملية التصنيع ناتجة عن خطأ بشري. منع الأخطاء. وبذلك يعتبر شكلا وقائيا من مراقبة الجودة، حيث يتم اكتشاف الأخطاء ثم تصحيحها قبل حدوثها. هذا المبدأ هو أساس في نظام العمليات الانتاجية في شركة تويوتا اليابانية، حيث تقتضى معايير الجودة عند تويوتا بمنع وقوع الخطأ من خلال الوقاية والتوقع المسبق للأخطاء. مبدأ بوكايوكي، يوكي باليابانية تجنب، to avoid، to avoid. يبقى يوكي باليابانية يعني تجنب. طيب بوكا inadvertent errors، الأخطاء المهملة. اللي صايم يتفضل يروح يفطر وكل عام وانتم بخير. اللي صايم طيب اتفضل. انا خلاص يعني قدامي ربع ساعه وخلص. هو اخر حاجه عندي مبدا بوكايوكي واقول الفاينل بروجكت وخلاص. اللي صايم اتفضل ويتابع بقى الربع ساعه الاخيره ديت من خلال الفيديوهات على صفحتي. خلاص البوكا اللي هي ان ادفيرتنت ايرورز اللي هي الاخطاء المهمله، ويوكي to avoid يعني تجنب الأخطاء المهملة. الأمثلة العملية على البوكايوكي: إصدار ماكينات الصرف الآلي صوتا تحذيريا إذا نسى العميل بطاقة الصرف أو النقود في الماكينة، ده مثال. وضع الأسهم في خطوات متتابعة على الأرضيات
أو الجدران في المراكز التجارية الكبرى ومحطات القطار أو المترو لتحديد المسار المناسب لسلوك الشخص لوصوله إلى المكان المقصود حتى لا يضيع الوقت في البحث. يمنع مفاتيح الأمان المصممة في المايكروويف في تشغيله إذا لم يتم الباب إذا لم يغلق الباب بإحكام. كل دي أمثلة على عملية البوكا يوكي. إعطاء تحذيرات ضوئية أو ضوء أحمر إذا كان باب السيارة غير مغلق تماماً أو حزام الأمان غير موضوع. منع سرقة السيارة التي ترسل تحذيرات صوتية وضوئية إذا حاول أحد ما فتح أحد أبوابها. وضع برنامج الوورد خط أحمر متعرج تحت كل كلمة يكون إملاءها غير صحيح. يعني لو مكتوبة غلط بتلاقيه حط لك إيه الوورد إيه خط أحمر متعرج. يسأل البرنامج قبل غلق الملف عن الرغبة في حفظ التغييرات التي أجريت عليه. يقول لك سيف أو دونت سيف. أيضا عند الرغبة بحفظ بحذف ملف يسألك يقول لك ديليت فايلز أو كانسل. دي أمثلة عملية على البوكا يوكي. مثال تاني استخدام الخلايا الضوئية في المصاعد لمنع باب المصعد من الإغلاق إذا مر أحد من الباب وقت الإغلاق. عند تزويد السيارة بالوقود وعندما يمتلئ التانك بالوقود تتوقف مضخة الوقود عن العمل بشكل أوتوماتيكي. يبقى كل دي تعتبر أمثلة. في مطلوب منك تطبيق عملي من نظام البوكا يوكي في مجال عملك. أي نظام عندك بينبه الناس عن الأخطاء ابعتهولي. حد ياخد دي سناب شوت وينزلها على الجروب. مطلوب تطبيق عملي من نظام البوكا يوكي في مجال العمل. اي حاجة عندك في مجال عملك هتمنع الاخطاء ابعتها. ماشي. مهندس ايمن جمال اهو كتب كشف المعادن في الاغذية. كل واحد بقى عنده نظام حديث بيمنع الأخطاء المهملة يبعتهولي. ده تطبيق عملي على البوكا يو. أي حد ياخد دي سناب شوت وينزلها على الجروب عشان الناس ما تنساش بس. طيب الفاينل بروجكت اوف لين مانيفاكتشرنج آخر حاجة عندنا. كل الناس تركز معايا. إحنا خدنا كام أداة من أدوات اللين؟ 7. خدنا 7 أدوات من أدوات اللين. الفاليو ستريم مابينج، الكنبان، الجاست ان تايم، التوتال برودكتيف مينتيننس، الكايزن، الفايف اس، البوكا يوكي. عايز من 7 أدوات مينيموم 5. الفاينل بروجكت مطلوب منك بعد العيد. ده ليك. يعني عشان بياخد وقت. بالنسبة للناس اللي كانت شغالة معايا من الأول وعملت الفاليو ستريم مابنج في مجال عملها وعملت الأدوات بتاعتها اللي أنا طلبتها هتاخدها وتحطها وتبعتهولي مش هياخد معايا يوم. الناس اللي ما عملتش حاجة خالص هي دي مطلوب منها بعد العيد.
خلاص؟ هقول تاني، الفاينل بروجكت انا درست 7 ادوات في الليل، الفاليو ستريم مابنج، الكنبان اللي هو البول سيستم، الجاست ان تايم، التوتال برودكتيف مينتنس، كايزن، الفايف اس، البوكا، يوكي. عايز من السبعه دول تعمل لي 5 في مجال عملك، واللي اشتغل معايا من الاول هيبعت لي 5 على طول خلال الاسبوع ده، لاني كان عامل الفاليو ستريم مابنج وعامل الاو اي اي وعامل الثمان هوادر فالناس هتاخدها وتقوم حطاها وبعتها لي، يبقى هو كده عمل الفاينل بروجكت بتاعه في مجال عمله. الناس طبعا بقى اللي ما عملتش عشان نديها الفرصه كامل، الاس ام اي دي اللي هي السنجل مانيفاكتشرنج، دي اللي هي بتاعت الضاي، يعني تغيير الضاي في 10 دقائق، ودي يعني هتتاخد في اليلو. ماشي، السنجل ماشينينج خاصة بالقوالب يعني. تمام، انا عندي ادوات اللين كتير، بس انا اديت كل يعني ايه المشهوره، الحاجات اللي مشهوره، انا اديتكم الحاجات اللي مشهوره. طيب تيالي وقت الحلقه النهارده كده يعني خلص، طب في حد فيكم عنده سؤال؟ في حد فيكم عنده سؤال؟ في أي حد فيكم عنده سؤال؟ يعني مين اللي بيسال على الجايدوكا؟ الجايدوكا ده اللي هو الراجستين بتوع الجاست ان تايم اللي احنا درسناهم، الجاست ان تايم والجايدوكا، والجايدوكا اللي هي في التي بي اس تويوتا برودكشن سيستم. ايه الناس نسيت ولا ايه؟ في حد تاني عنده سؤال؟ خلاص كل الناس فهمت الفاينل بروجكت مطلوب فيه ايه؟ عايز 5 ادوات من السبعه اللي احنا درسناها في مجال عملك. لو انت معامل معايا التطبيقات من الاول هتقوم عاملها وحاططها في فايل وبعتهولي، هتزود بس ايه؟ الفايف اس والكايزن والبوكايوكي اللي احنا درسناهم النهارده الثلاثه، وتقوم بعتهم. تمام، انا مستني اهو الاسئله. الكايزن اللي دخل المحاضره اللي بيسال عايز يعيد الكايزن، اعرفها بقى من المحاضره، لان الفيديو هينزل على الصفحه ان شاء الله بعد انتهاء المحاضره. ماشي مهندس سامح، حضرتك الكايزن، شوف المحاضرة إن شاء الله و هتعرف منها، يعني الكايزن سهل ما فيهوش مشكلة. طيب في حد
الله يخليك، الله يخليك، وتشكروا جميعا، تشكروا جميعا. شكرا لك يا هندسة، شكرا لك يا هندسة، ألف شكرا لحضراتكم جميعا، ويا رب تكونوا اتعلمتوا حاجة معايا جديدة في الكورس بتاع اللين. واللين من الحاجات المهمة جدا في الأنشطة الصناعية والخدمية وأيا كان النشاط، وبيستخدم يعني وفرة، لأن يعني هو مش زي السكس سيجما. اللين ما بياخدش وقت في التنفيذ، السكس سيجما، مشاريع السكس سيجما بتاخد من 6 شهور لـ3 سنين للتنفيذ، عشان خاطر تنفذ مشروع في السكس سيجما بياخد وقت، انما اللين الخبطات بتاعته والانجازات بتاعته بتبقى اسرع، وليه مبادئ معينه وانجازات معينه، فما بياخدش وقت زي السكس سيجما. انا مستنيكم اهو، اي حد عنده سؤال، مش لازم انه يعني في اي حاجه يعني، يعني حتى في اول المنهج. حاضر، شكرا لكم جميعا، كتر خيركم على الشعور الجميل. كل سنة وانتم طيبين جميعا، بمناسبة قرب حلول العيد الأضحى المبارك، أعاذ الله عليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله الشهادات بتاعتكم هتاخدوها كلها بإذن الله خلال الأسبوع دوت، بالتنسيق مع المهندس أحمد حسام إن شاء الله. هنبص بس على التقارير بتاعتكم والهوم ورك بتاعكم والامتحان اللي انتوا امتحنتوه، الحضور بتاعكم لو كان يعني مش في غيابات هنلجأ للامتحان. الهوم ورك بتاعكم كفايه، فان شاء الله كلكم ناجحين معانا باذن الله، وكلكم ليكم شهادات، وكل عام وانتم بخير جميعا. واشوفكم على خير، وان شاء الله باذن الله بعد المحاضره هشيل لكم المحاضره الاخيره النهارده. وكل عام وانتم بخير جميعا، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله في الكورس الجاي، واتمنى لكم دايما النجاح وحظ وفير في كورسات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.